والسلام عليكم احبيبي كديرين، نتمنى ان شاء الله انكم كلكم بخير وعلى خير. اليوم واحد النهار اللي كبير بالنسبه ليا، شاركتكم معايا فرحتي مع العائله ديالي ودرت واحد المفاجات بالنسبه لي انا صراحه بسيطه بس نالت الاعجاب ديال الوالدين ديالي. هذا هو اهم حاجه، رضا الله ورضا الوالدين، اللهم لك الحمد. واحد الكنز اللي هو كبير كبير بزاف، فدابا غادي نخليكم مع الاحتفال ونرجع معكم من بعد ان شاء الله. سيدنا محمد الله مجد علي، مبروك عليك مبروك عليك الكوفي، مبروك يا مريم، كل شيء مبروك يا مريم. مبروك السلامه صراحه ما كاينش ريم معكم. مبروك عليك، كنتمنى تدخل عندكم الصحه والسلامه، تفكي على خير ان شاء الله. المشاهدين واحد المفاجاه كبيره، ما كاينش غير الحلوه، كاين واحد المفاجاه كبيره لبابا ميزا، كنشكروها بزاف على هذه المفاجاه، وهي واخا كتبان لكم صغيره ولكن عند ميزا راه شي حاجه كثيره. واحد الكادو جابته لك مريم، صيفطاتو حلو حلو باش نشوفو شنو. بسم الله بسم الله ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. نار ديالك بنتي الدنيا والاخره. ساهل 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 وميزه ومرضيه وقالت لك امك واسي الله عليك، الله يفرشك ويغطيك برضه وعوتك كاملين والعائلة كل شيء الله يرضي عليك، ومن تليفون الحجه ان شاء الله. دعاوينا معاكم كلشي كيدعي معاكم بالخير والصحه والسلامه، والله يبعد عليكم الحاجه الخايبه. امين. الله يبعد عليكم الجنه. هذا هاتف مقال. الله يفكك على خير وفي خير. الله يرضي عليكم كاملين. الله يرضي عليك. الله يصلحهم الله يهديهم. حا الراحة حا السهل السهل الحلوة. الله يرضي عليك، الله يرضي عليها ويرضي عليك أبنتي، الله يصلحكم كامل ويصلح جميع المسلمين والسامعين اللي معنا. الله يجمع شمالكم، الله يهديكم، واللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي مشكل الله يفكوا ليه، واللي شاد الطريق الله يجيبو على خير. امين. الله يجعلها تكون فرحه مكموله ان شاء الله. يا ربي دائما دائما. واخا العادي تمايا قلوبنا معاكم ودعاوينا كلشي وعائلتك كلشي كبير وصغير. الحمد لله اللي عنده والدي راه ما عمره ما يخاف، انا نقول لك الحمد لله. سمح لي راه نقطعو لانني دايره هاك اخويا بالصحه والله. بسم الله الحمد لله بالصحه والراحه. وشي كريم من خالد ومريم بالصحه والراحه خير. مريم أبنتي الله يصلح الله يصلح لك البنية ويصلح لك إن شاء الله، المبروك إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي جا في الطريق.
امين ويصلح ريمتها ان شاء الله. دخلوا عليكم بالرزق ان شاء الله الرحمن الرحيم. حتى هو موفق ان شاء الله. عطيتكم الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يعافيكم الله يعافيكم الله يكون كلكم عين ومعين ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يهديك يهديك ويهدي الجميع. امين. الله يبعد عليكم الحاجه الخايبه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك رضا. شكرا على الهديه تبارك الله عليك. مفاجاه زوينه. مفاجاه زوينه من طبيعه الحال. دابا تاكل الحلوى ولا ما تاكلهاش؟ علاش؟ ما بغاش الحلوى. ما بغاش الحلوى بغا التليفون. كيسلموا عليك عماتك، كتسلم عليك خالتك، جداتك، كتسلم عليك مليكة. كنسلموا عليك. ضيفة جديدة في العائلة تاهي كتسلم عليك. الله يرضي عليك، الله يحفظك. كلشي كيسلم عليك. الله يعطيك اللي تمناه. الله يرضي عليك. واحد اختك ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما ذكرتينيش. كلشي سارة، كتسلم عليك سارة، هبة، وحفصة، كلشي كيسلموا عليك. الله يكمل بخير المشروع الجديد. ندخلوا بالصحة والسلامة. ان شاء الله يكون بالخير وبالرزق ان شاء الله. ان شاء الله. الله يدخلوا عليك بالصحة والسلامة مريم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. مريم مريم اختي الله يسهل عليك والله يفرحك بوليدك والله يفرحك بريم والله يكمل عليك انت وخويا خالد وان شاء الله اختي ناجح في ناجح. وراكي عزيزه بزاف بزاف اختي الله يسهل عليك. وماما اختي معايا راه بحال اقسم بالله الا بحال معاك راه عزيزه عليا ربي اللي عالم. بارك الله وربي اللي كيعلم شنو كاين في القلوب اقسم بالله العلي العظيم. مريم عزيزه علينا من ديما الله يجعل ربي يحفظك اختي الله يجعل ربي يحفظك ويسهل عليك قسما بالله. الا حب اختي من القلب وحق الله الى حب من القلب اقسم بالله والله شاهد عليا الى حب من القلب الله يجعل ربي يحفظك ويسهل عليك الله يحفظك والله اختي تدني هاني هادشي والو اقسم بالله العلي العظيم الى اختي هادشي والو اقسم بالله. سلام خويا خالي الله يحفظك الله يحفظك والله يسهل عليكم يا ربي تسهل عليكم ان شاء الله غير من ناجح لناجح ان شاء الله نحضروا لكم في الحاجه الزوينه ولدكم اختي الله يفرحكم به. الله يسمح لهم بالك سين الله يسهل عليكم ريم فنا نشوف ستوريات ديال مريم ونعاودهم 10 المرات. الله يحفظها الله يحفظها يا ربي تحفظها على العين يا ربي تحفظها. ودابا غنقدم لكم عمة ريم مريم وكاينين عمات اخرين من حقهم انهم ما بغاوش يبانوا في الصوره ما نعاتبوهمش لان كل واحد على حساب ما غاديش نبزوا على الانسان. وعمتها خديجه حتى هي لها الشرف حتى هي تبان مع بنت خوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ورحنا كلشي فرحانين ليكم وكنتمنوا الله يجمعنا ويجمعكم في الخير والهنا والسلامه. ها هي خديجه تعطيتها هي الكلمه ديالها. السلام عليكم كي دايره مريم لاباس عليك هانيه كلشي بخير الله يجعل هذا المشروع يكون رزق وصحه وسلامه يكمل عليكم بخير ويكون خير ليك ولعائلتك والجميع كاع اللي غيستافد من هذا المشروع هذا والله يكمل عليك بخير وراجلك حتى والله يسهل عليه والله يوفقكم للخير بعدياتكم ونتمنوا لكم كل خير ان شاء الله. الله يجعل هذا الرزق يكون لهم بارك مسعود ان شاء الله باذن الله. الله يساويهم الخير الله يصلح لهم تركتهم الله يصلح لهم فعلهم وعملهم كاع الملك اللي دايرين بهم الله يجمع شملهم ويساويهم الخير. الله يجعل ربي ينقي طريقهم من الشر الله يجعل ربي يبعد عليهم ولاد الحرام ولا بنات الحرام الله يجعل ربي يفرحهم ما يغيرهم الله يعطيهم التركه صالحه ان شاء الله يتزاد بالخير ويرزقهم التيسير ويصلح ريم يصلح ريم بزاف فرحين عزيزه عليا وعلم الله بيا على ريم في قلبي تموت على ريم. وانا بدوري مبروكه مريم بصحه وسلامه والله يجعلها زياده الرزق ان شاء الله وتفرحي بالمولود ديالك ان شاء الله تعالى وببنيتك ومن مشروع لمشروع ان شاء الله تعالى الله يوفقك وش نقول لك ويبعد عليك ولاد الحرام وبالتوفيق ان شاء الله تعالى. عذروني ما كنبانش انا في اعتذر صوتي يكفي يلا الله يكمل عليك بالخير يا بنتي. وفي هذا
ما عرفش الله لا انساني عجز على الكلام ما عرفش كيفاش غنصبق ولا غنوخر ولا. كنشكركم بزاف وغنعطي الكلمه لخالتك ملكه هي ما غاديش تبان وانما غنشكرك غير من بعيد. والنهايه غنقدم لكم النهايه غيديرها ياسين وعذرونا امين ما كاينش خول حتى هو يعطي واحد الشكر لخته خارج اليوم مع صحابو كتعرفي الدراري دي بلاصمان يبغيو يدورو يبغيو الدراري ما كيتشدوش اما هنا اما هنا اما هنا الله يسلمك شكرا لك الله يزيدك نجاح نجاح انا حشمتهم البلاصه هذا حشومي هذا ما تعوليش عليه يقول لك شي حاجه هذاك الشيء غيقول لك غيكتبوا لك ميساج وكيف ما كتشوفوا انتم بعد ما فرقنا على الحباب كاملين انا جا فيا غير هذا الحق واخا قليل ولاني الحمد لله اللهم لك الحمد هذا ونشوف واش غي وحال ما غيبدنيش هذا خصني مازال نقلب من نزيد ان شاء الله وبصراحه زعما الحلوه زوينه صراحه صرعات السيف واعره 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 حتى ولا في المذاق ولا في الديكور ولا في كل شيء تبارك الله والحمد لله غزاله ما شاء الله لوغو ميزه يا نادي الحلوه ديال ميزه والحلوه ميزه يعني مميزه فنفس ما شفتوا الحمد لله الاب ديالي فرح العائله ديالي الام ديالي العمات ديالي الخاله ديالي انا عندي خاله وحده وخالي واحد تبارك الله عماتي مكفين ووفين الحمد لله يعني داز واحد النهار واحد العشيه زوينه بزاف كنشكر كل شخص جا وكبر بيا وعطى كلمه في حقي شكرا لهم من كل قلبي وبغيت نقول لكم واحد الحاجه حاولوا تساعدوا والديكم ولو ما نعرفش شنو ما كان وحبيت نشكر كذلك خضرتي في داري اللي من عندهم من ديك الابليكيشن لان انا كل شهر صراحه كنطلب للوالدين ديالي الخضار وهذا علاش غير باش ما نخليهمش يخرجوا داك التعب ديال هذا اب ديالي السيد مريض ما كنبغيش نتعبوا ولا هذا فاحسن حاجه انهم يكونوا في الدار وكل شيء يوصل لهم حتى للدار هذا هو الدور ديالي ان شاء الله حتى ربي ياخذ روحنا وخا نعطيو اللي نعطيو في الوالدين ما عمرنا نكفيو ولو 1% من شنو داروا علينا وهذا هو دورنا حنايا وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على دعمكم شكرا بزاف انكم دائما معايا يعني ولو ما نعرف شنو نقول في والديا ما عمرني نكفي او نوفي الحق ديالهم ليا انا زعما الصراحه الوالدين الام والاب واحد النعمه اللي كبيره 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 بزاف والله نصيحتي اخواني ان والديكم مدامهم في الحياه خليوهم يعني راعيوهم فرحوهم ولو ما نعرفش شنو هو ولو تشلي عليها غير شي هم تحيدي عليها غير شي غم شي حاجه مضايقاها تساعديها بها وهذه هي رسالتي لكم اليوم ديروا الخير و دائما تهلاو في والديكم لان والله النجاح والاستمراريه راه برضات الوالدين ما كاينش شي حاجه تاذيكم الى معاكم مرضات والديكم انا هذه كنامن بها الحمد لله ما عمرني اذيت حد ما عمرني ضريت حد ولو كنت اذى من الناس ما عمرني اذيت شي شخص لان انا اؤمن بان انا لست اقوى عن رب العالمين وربي سبحانه وتعالى دام كيشوف كل حاجه كدوز في حياتنا فهذا هو اعظم نعمه وبغيت نقول لكم واحد الحاجه ان انا اكتشفت هذا الحساب كذلك ديال الكيك واو 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 فغنخلي لكم كاع الحسابات خضرتي في داري وحساب الكيك الاخت مريومه ما شاء الله عليها مبدعه والله البنات غنحط لكم الصوره ديال الكيك تبارك الله تبارك الله ما كاينش اللي ما ذاقهاش في عماتي وفي ماما وهذا وما قالوش انها كيكه واعره وانا متحمسه ان شاء الله يا ربي تطول في عمرنا ونزل المغرب ومازال نطلب من عندها كيكس ونطلب من عندها اعياد ميلاد ديال الاخوان ديالي وبزاف ديال المناسبات الزوينه اللي غادي تجمعنا غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف اذا حابين تطلبوا كيك فعلا شي حاجه ديال تحمر الوجه تخيلوا معايا هادشي كامل اقل على 24 ساعه يعني بس نسقت معاهم كلشي مشيت دغيا صيفطت الناس الفلوس شكرا لصديقتي شيماء كذلك اللي خليتها هي تمشي تاخذ ليا الكاردو ديال بابا مسكينه غلفاتو خدات من وقتها
شيماء لودغيري شكرا شكرا من كل قلبي، واحد الاخت اللي عزيزه وغاليه بزاف بزاف. فهذا كان الفيديو ديالي، شكرا لكم بزاف على المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اهم حاجه الله يجمعنا يا ربي في الفرح قبل القرح، ويجمع ويجعل ايامنا كلها فرح وسعاده. باي.